نهضر معاكم دابا. يلا عيطت على خالي وبنت خالتي غادي لهندا، مسكين عادي قال لي اقول لهم يديوا الاحسن كلينيك حتى نوصلوا حنايا ونتكلفوا، ماشي مشكل. صباح الخير، صباح النور، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، دابا راه تقريبا 7 ديال الصباح، ما نسنا ما شفنا الناس، ما مرتاحيناش، ما والو. عادي المسكين بقى جالس حدايا حتى الصباح وانا في التليفونات، في التليفونات مع بنت خالتي ومع خالي حتى الصباح. البارح قلبت على لي فول ديال الطياره، لقيت لي فول كاينين حتى كاينين اليوم، ولكن حتى السبعة د العشيه عاد كاين الفول. استغفر الله، حتى السبعة د العشيه عاد كاين الفول. قال لي عادي الا كانت السبعة د العشيه، عافاك بنتي ما تديش عليا الباب، الا كان الفول حتى السبعة د العشيه يعني بلا ما نمشيو في الطياره نمشيو في الطوموبيل. قال لي عادي الا كان الفول حتى السبعة د العشيه من الاحسن نمشيو في الطوموبيل، غنمشيو مرتاحين وفي نفس الوقت زعما حتى الا كانت شي حاجه نقدروا نجيبو معنا ماما. قدر الله ما شاء فعل. ماما البارح مشات عند شي ناس من العائله، شي ناس قراب، واحد السيد حتى هو مسكين كان عيان ومهرس لرجليه ومشات تشوفو، مشات هي وخالتي وبنت خالتي الناس داو مول خالتي بالطوموبيل. مسكينه صدقات منين كانوا خارجين عند الناس زلقات ليها رجليها وتهرسات. المشكل ماشي تما، مشكل انها تهرست واحد التهريسه اللي خاصها اوبيراسيون، ما عرفناش كيفاش، ما عرفناش وقتاش غدار لوبيراسيون. اش غنقول لكم، وقلتها ليها قلت لها ماما اجي عندي ماما سيليا، تخيلوا سيليا فقت اليوم مع 6 حيت كتسمع التقرقيب وكتسمعنا كنهضروا في التليفون، فقت مع 6 من 6 ل 2 الليل فقت مع 6. ايوا اش غنقول لكم، غنشوفو كيفاش نديرو. عادي حتى هو مسكين مع الخدمه وداكشي، دابا راه غير حيت اليوم الجمعه غنتحركو من هنايا ونشوفو شنو نديرو في الويكاند، و ما عرفتش واش نقدر نبقى انا تما نتكلف انا بالامور تما، واش الا عطاوني الاذن انني نجيبها هنا نجيبها هنا، ما عرفتش شنو كاين بالضبط. هي مسكينه ما بغات تقول لي والو، قالت لي في الواتساب، قلت لها ماما بخير كي لقيتي دوك الناس وجيتو، قالت لي اه راه مشينا شفنا رشوية الحمد لله راه جينا، ولكن انا راه طاحت تما. قالت لي ديك طاحت، قلت لها ياك لاباس حيت هي ديما تطيح على حسب رجليها تيضرو ديما تطيح، قلت لها ياك لاباس، قالت لي لا لا والو باس، راه تقصحت في رجلي. وهي تشد بنت خالتي التليفون قالت لي لا شنو كاين شنو كاين شنو كاين شنو كاين. صافي واحد شويه تنسمعها تيحسب لها قطعت لابيل، تنسمعها تتغوت، يعني فاش كانت كتهضر معايا بحال غير ما بغاتش تغوت قدامي ما بغاتش تبين لي. ايوا صافي منين سمعتها كتغوت بحال هكا كعيط على واحد بنت خالتي، قلت له خويا سير شوف باش ما كان انا معاك في التليفون، خاصك شي حاجه انا كانت شي حاجه ضروريه باش نجيها انا اللي كنقولها لي. داو مساكن داروا لها الراديو هو بنت خالتي نيت، مشاو داروا لها الراديو، ومشى خالي تا هو مسكين تيجري تبعهم، داروا لها الراديو، داروا لها التخطيط ديال القلب، داروا لها الراديو ديال الصدر، مع داروا لها الراديو الاولاني سكانير ولا ما عرفتش شنو تيسميوه، قالوا لها راه مهرسه ومهرسه في بلاصه خاصك اوبيراسيون. لوبيراسيون شنو خاصها ما قالوش ليهم، مازال ما قالو لهم والو شنو خاصهم في لوبيراسيون، شنو خاصها تشري، شنو مازال ما عرفنا حتى شي حاجه. كنتمنى من الله ما تكونش شي حاجه زعما غاف اللي يكون ولا تنبكي، ما شحال خيبه تكون بعيد، شحال خيبه تكون بعيد، شحال خيبه تكون بعيد، وحق الله دي فوا تنقول يخمن البعد وحق الله العظيم. ما عرفتش والله، الله يهديها، كنت كنقولها اجي عندي اجي دوزي معايا زعما هاد لا بيريود هادي، كتقول لي مسكينه عندكم البرد، انا راه كيضروني رجليا، خليني حتى يبدا يسخن الحال ولا تيقرب رمضان باش ندي ندوز معاك رمضان ونبقى معاكم حتى العيد الكبير، وهبطو كاملين ندوزو العيد الكبير في اكادير. قلت لها صافي واخا ماما، وفاش ما كنبغي نجيبها عندها جده في الدار، فاش ما كنبغي نجيبها كتقول لي جده ما تديهيش ليا رقيه، ما تديش ليا بنتي، اه خليها ما تديهاش، خليها ما تديهاش. صافي كتصدق جده كتبكي كتبقى فيا، كنقول صافي ماشي مشكل، مع هاد جده كتبكي عليها نصبر انا ماشي مشكل، انا ما جاش عندي من عيد ميلاد سيليا الاول، راه مشات خلات عند سيليا عام، دابا سيليا عندها عامين ونص، راه عام ونص باش ما جاتش عندي. فين ما كنبغي نجيبها كتقولي جدة صافي خليها، كنخليها. دابا ملي وقع المشكل بقى فيا الحال والله العظيم،
كنقول لكم هي كانت قريبه ليا، كون غير كانت مع البارح كتغوت. كنقول لكم هي كانت قريبه ليا، كون هي الطريق زعما هي واحد 3 سوايع ولا هذا راه 7 سوايع، هذيك راه مجمع غير الفم. مشكله حتى الطيارات عندنا كيديروا قال لك هي الجمعه وكاين الخميس والجمعه وهذا والحد والثلاث، ما كيديروش ايام الاسبوع كاملين. والجمعه دابا اليوم كاينين غير في العشيه، ما كاينش كاع في الصباح. كون كانت الفول في الصباح غنمشي انا اليوم في الصباح حتى يلحق عليا هادي في العشيه بالطوموبيل. ما عرفتش والله، ما عرفتش شنو، ما عرفتش شنو غندير. ضغط 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 لواحد الدرجه ما تخيلوهاش وحق الله العظيم. مسكينه حتى هي ما نساتش حبيبه ديالي، شافتني جبدت ليا هادي لافاليز من تحت ناموسي تقول لي نمشي ومامي، بحال حسات قالت لي نمشي ومامي. قلت لها هي بنتي نمشي ومامي. شوفوا الحوايج فين نحتو، كنحط حيت ما عرفتش راسي واش غنبقى تما معاها واش غنجيبها معايا. صافي بقيت غير كنحط في الحوايج بالليل كنقول لها دير غير الله غير الله. مسكين قال لي راه عندي الخدمه بزاف اليوم خصني نساليها بكري باش نمشيو. شوفوا سيليا مسكينه كتجر في الجلسه، ما عرفتش شنو نقول لكم صراحه. واغلبيه كيبقى فيك الحال ملي كتكوني بوحديتك. دابا انا ماما كاينين مساكن بنات خالتي واقفين معاها، كاينين العائله واقفين معاها، ولكن كنقول ما يعني انا ماما ما كاينش حداها فهمتوني، وما عنديش شي اختي قريبه ليها ولا شي خويا قريب ليها ولا ما عرفتش كيفاش غنوصف لكم الاحساس. العائله الله يكثر خيرهم هي واقفين معاها، ولكن انا ما عرفت خصني نشوف كلشي بعينيا، خصني نكون حدا ماما المهم دابا ما عرفتش شنو غندير. غنجمع هي الحوايج نعمل لي، واخا بنتي واخا غنجمع هي الحوايج بعدا. الله بشويه عليك بنتي بشويه عليك، غنجمع هي الحوايج بعدا. والعشيه سيليا كانت عندها الحفله ديال المدرسه، ما عرفت واش نقدر نديها، ما يمكنش نضيع لها الحفله ديالها، خاصها تمشي تاخد داكشي اللي غتاخد من الحفله. ما عرفتش والله، وخصني نوجد الحوايج دابا نجمعهم ونوجد داكشي اللي غنوجد. باقي الماكينه خاصها تصبن. دايما مع ماما عافاكم بالشفاء والله. مسكينه كتقول لي نجي، ما حدك مريضه بالدار ما كتقدريش تهزي تقولوا هذا، نجي نجلس لك مع البنت شويه، سيري للطبيب سيري على بزاف د الامور والله. وكنت كنتسنى باش تجي عندي باش نصلح الكوزينه، قلت زعما باش تكون معايا حيت عادي ما يمكنش يبقى يقيل معايا ويبقى قيل المعلم هنايا. قالت لي غنجي عندك بنيتي قبل من رمضان بشويه، و منين يقرب رمضان زعما باش تبداي الاصلاحات، ونبقى نجلس معاك انا في الدار ملي يكون عادي في الخدمه والمعلم خدام، نبقى نجلس معاك انا في الدار. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. حبايبي حنا دابا في اكادير، جينا وصلنا مع جوج قبل القسمين، وصلنا للكلينيك عند ماما مشينا شفناها حيت ما بقيتش هضرت معاكم. راه سميتو صافي عيطت للدار العائله وداكشي، قلت لهم ديوها للكلينيك صافي داوها للكلينيك. انا دابا جيت باش نتكلف بالامور انا وعادي صافي هادشي اللي كاين. مشينا شفنا دابا مشيت دخلت صراحه، غير انا طلبت سيكوريتي حيت معاها واحد بنت واحد المراه واحده اخرى حتى هي في نفس لا شومبر. ما قال لي غادي غتقلقي راحت زعما ديك المراه وداكشي. ساعه واحد المراه مسكينه الله يعمرها دارت حتى هي، دخلت عندها لا شومبر سلمت عليها، حتى ديك المراه مسكينه فاقت حتى هي قالت لي الله سلامتكم. وصافي دابا غنمشيو للدار نرتاحو ونمشي نبدل بنتي حوايج ونخليها ترتاح. عادي مسكين حتى هو راه هي كبيده ديالي الله يحفظها. ايوا غادي نمشيو نرتاحو بعدا ونشوفو شنو كاين ونقادو امورنا. بحال والو الصباح ان شاء الله غدير لوبيراسيون، باش الصباح ان شاء الله نجيو عندها ان شاء الله وبحوله وانتم معنا. دابا يلا مشينا جبنا الماما، مازال ما قدرتش تاكل، مازال ما قالهاش الطبيب وكولي، مازال ما عطاوهاش زعما الاوردر. يلا مشينا جبنا لها كفيته وجبنا لها شي حاجه اللي غتاكلها. ايوا دابا جينا للسبيطار. راه سيليا سابقه ماشي سابقه سابقه. شوفوا سيليا راهي كتمشى. ايوا صافي دابا عاد ندخلوا عندنا نشوفوا. يلا وصلنا خوالاتي لديورهم حيت عشيه ومساكنه راه من الصباح ما كلاو حتى هما والو. صافي احنا ها قولي بونجور ونسوق.
شويه 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 شو ماما مسكينه درت لها الكوفرلي قلتي داك الشيء والبرد مازال وفيها البرد صفيتي راهي جبت لك حوايج كداوه اديتيش كدا ملس حقا انت الحوايج المهم هذا الفلوق هذا مقسم على بزاف ديال الايامات مقسم على الجمعه والسبت واليوم الاحد حيت الصراحه راكم عارفين راه جرجره عادي المسكين والله العظيم الله يسمح لي منه كنطلب منه السماحه والله غنطلب منه السماحه عادي يسمح لي كيقول لي مسكين الله حياتي ما تقوليش هكاك كنطلب منه السماحه حيت فريمون تعذب معايا مسكين والله العظيم وشنو نقول لكم الله يخلي لي والله يخلي لي بنيته والله يخلي لي صحيحته والله يوفقه في حياته يا ربي كنتمنى ليه اي حاجه في حياته كيتمناها في خاطره الله يرزقها ليه وماما مسكينه قبيله في التليفون كتقول لي الله يخلي لي ولدي بحال هكا والله العتي قبيله ماما بكاتني كتقول لي الله يخلي لي ولدي عادل والله يحفظه والله يسهل عليه اجر يا ربي حيت مسكين الصراحه ما ارتاحيناش والله ما ارتاحينا ما واكلين ما شاربين منين جينا وحنا جري الحمد لله الحمد لله الحمد لله زعما الصراحه يا ربي تجعل مغفره للذنوب دابا راه ماما ان شاء الله غتخرج اليوم وهضر معها الطبيب قال لي الحمد لله الحاجه راه تخرجي اليوم لوبيراسيون الحمد لله دازت بسلام كلشي داز بخير وعلى خير مشينا خدينا لها واحد الماطله ساعه ما جاتناش هنايا في الطوموبيل هذيك الماطله خدينا لها ماطله يعني ديال ناموسيه ساعه ما جاتناش ودابا كنقلبوا لها حنا راه هابطين من الباركينغ ديال المرجان اللي شفتو مشينا كنقلبوا لها على دوك الماطلات اللي كيتنفخوا باش زعما هذيك اللي غندير لها ان شاء الله هنايا لتحت والاخرى غنديوها معنا ما عندنا ما نديرو صافي غادي نفرشها عليها باش تمشي ان شاء الله مرتاحه غنديها معايا للرباط حيت ما يمكنش نخليها هنايا تما غادي غنقدر نقابلها غادي فهمتوني يعني بزاف ديال الامور قريب ليا كلشي محتاجه شي حاجه غنهبطوها هنايا من الدروج غنديوها للطبيب غتسواني على خاطرها وكلشي هنا ما نقدرش نبقى معاها حيت راكم عارفين راه كل انسان عنده مشاغل ديالو ما نقدرش نخلي راجلي حتى هو مسكين ما يمكنش هو وقف معايا هادشي كله وجرى معايا وما نعرف شنو ونخليه يمشي بوحديته ونخليه يبقى تمايا ما كاين اللي يطيب ليه ما ياكل ما كاين اللي يقاد ليه في دارو ما كاين ما يمكنش حتى هو قال لي مسكين بقاي وكوني مع ماماك واحد ليا مازال معاد عاد نجي نديكم غنعاود نعذبو عاوتاني مره اخرى في الطريق ما يمكنش صافي قلنا نديوها معنا ان شاء الله يا ربي ترتاح بعدا اليوم في الدار هنايا في اكادير وغدا ان شاء الله نتوكلوا على الله نديوها ونمشيو بشويه علينا في الطريق ونمشيو كنرتاحوا حتى نوصلوا ان شاء الله بحوله وقوته تمايا غنديها كيف ما قلت لكم تبع عند البروفيسور تمايا غادي نشوف لها البروفيسور اللي كانت نيت دوزات عنده هي واللي كنتبع معاه عادي البروفيسور تملك الثاني حتى والله عمرها دار يعني بحال كاينه هنا وفي نفس الوقت الا كان اوبليجي خصها تجي عند الطبيب ديالها هنايا راه غادي نجيبها ما ندير نحاول انا وياها نجيو غير في الطياره هكا خطيفه ونديها عند هذا البروفيسور اللي فتح ليها ويشوفها ودير كونترول ونعاودو تنرجعو ما عندنا ما نديرو والحمد لله على كل حال كيف ما قلت لكم ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي تدوز الامور كلها بسلام وبخير وعلى خير وتقاد الامور وتبرى ان شاء الله وتمشي على رجلاتها يا ربي وهذا الشيء اللي كاين واسمحوا لي على هذا الفلوق كل نهار مصوره لكم شويتيت اعذروني حيت صافي الصراحه راه غير جره والله العظيم اسمعوا صوتي يعطيكم الخبر وشوفوا حالتي كيفاش دايره راه العيا 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 عرفتي الماء دابا بغا نشرب الماء ما عنديش في الطوموبيل دخلنا المرجان ما شريت والو ما شريت لا ما لا عصير لا حتى شي حاجه ايوا هذا ما كان وانا نديكم معايا للكلينيك عند ماما نديكم معايا تشوفوها وتهضر معكم حتى هي شويه راه دابا شويه الحمد لله كتقدر تهضر تقدر تهضر معكم بحال هكا يا وهانتوما معايا ماما وميكي ماوس انا مطبيب تقيت لي حبيت ميكي ماوس كل اللي جاب لك هذا ميكي ماوس زوين مسكين ميكي ماوس مسكين
شوية شوية الحمد لله شوية الحمد لله شوية. السلام عليكم، في دارين المشاهدين كل شيء بخير لاباس، في دارين معلوم مع البرج احنا النصر صورتكم الخير الحمد لله. ربي يخليكم ربي يخليكم مشاهدين ديال بنتي، يعطيكم صحتكم. ماما مسكينة عرفتي شحال من واحد تيسول عليها في الانستغرام كيصيفطوا لي الناس كيبقات 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 ايه والله يشافيك ماما ان شاء الله تبارك تولي بخير. شوفوا سيليا سيليا ديري بونجور ديري بونجور تترى التليفون. خير كيف دايرين لاباس عليكم كلشي بخير صحه بخير الحمد لله. اليوم راه ماما في الدار جبناها الصراحه البارح وما صورتش لكم حيت بقيت مدهيه وكيجيو عند العائله راكم عارفين وصافي. المهم شويه دابا المشكله ماما ما كدرهاش بلاصه الهرسه وبلاصه الجرحه كيضرها الركبه حيت رجليها خصها تبقى هكا سطابل خدا ليها عادي لواحد ها بوزلون عندها ديجا بوزلون في رجليها يعني ما كتقدرش كيعطيها الحريق ودابا غادي نمشيو نرجعو للطبيب باش يعطيها شي دواء على حسب داكشي. خدا لها هادي هاد البنطة هادي ديال الراجل خرجوها ليها صافي وخدينا لها الدواء ايوا صافي دابا الحمد لله. دابا راه رجليها هي اللي الركبة اللي عطاها صداها هي صباح الخير. ماما مسكينة راه مغطية بميكي موس صافي خدت لها هاد المطلة هادي باش تكون على هكا سطابل ايوا دابا بعدا راه شويه ولكن المشكله الجرحه شويه الحمد لله ولكن الركبه هي اللي عطاتها الحركه الركبه هي اللي فيها شي مشكل. سيليا بابا شوكولا نو تابلت سيليا تلبسها بابا هاي شوكولا نو تابلت يلا مشكل يلا مشكل ماما كتصورك مشكل يا بغيت تلبس جو با هو كانت فيها لا فوا
فواتير وريها ولا شي حاجه. لا فواتير لا فواتير ولا شي حاجه اخرى. المهم المهم شي حاجه مصوره فيها. المهم باش تسال سي دري بونجور لا كاميرا. سي بونجور كليله. بونجور كليله. واش كاميرا ولا كليله؟ كاميرا كليله. ماما نو سيريال. نعم انا باقا ناسه في الطوموبيل هنايا درت ليها الماطله اللي كتكون فلا درت ليها هذيك الناموسيه كونفلابل بقات ناسه انايا ايوا دابا كنتسنى غير صاحبة هادي باش نطلعوها الفوق. هاي واش كيهدار هيا ماما تستويت تستويت نحن نغين باي باي.